عند رأيي المستمر هو هو والثابت عليه، وهو إنه المشاركة في الانتخابات ده حقك على نفسك. طيب طبعا يمكن في كتير جدا من الفنانين والشخصيات العامة والمثقفين بالفعل نزلوا وراحوا لجانهم الانتخابية وأدلوا بأصواتهم، والنجم الكبير الرائع دائما أستاذ حسين فهمي أيضا نزل وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يوسف، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ وحضرتك أكتر جدا قوي خالص قوي يعني. كويس الحمد لله، كله كويس. أدليت النهاردة بصوتك يا فندم. طبعا. طب لازم يعني. لازم ليه طبعًا. أستاذ حسين؟ لأن ده واجب علينا كمواطنين إن احنا نختار من ياخدنا. ده واجب، والدول المتحضرة في العالم كله شايفة إنه يعني الإنسان المواطن في أي دولة متحضرة في شيئين مهمين بالنسبة له، بيقول لك دايما أنا دافع ضرائب. أيوة. أنا ليا حق في هذا المجتمع، وأنا اخترت من يحكمني. الاثنين دول اهم ما يعني يوصف به المجتمع المتحضر، والمجتمع اللي هو له تاريخ كبير زينا في مصر. يعني احنا دوله عظيمه جدا شافت الكثير، وكان لنا دايما مواقف عظيمه جدا تاريخيا يعني. صحيح. فانا من حقي ان انا اخش انتخب مين يحكمني، وبعدين وطبعا بناء على انجازاته، وبعدين اشوف كمان ان انا راجل دافع ضرائب، فانا ليا حقوق في هذا المجتمع زي ما عليا واجبات. فانا شايف ان ده من اهم واجباتي كمواطن ان انا انزل انتخب من يحكمني. صح. طب استاذ حسين، هل تعتقد انه الناس بره، الناس بره في اوروبا، بتكلم هنا طبعا على الناس بتاعت السياسه، الصحافه، الاعلام الى اخره، في اوروبا، في امريكا، بيتابعوا المشهد الانتخابي المصري؟ جدا. بيتابعوا، بيبعتوا ناس بتشرف وبتشوف، والسفارات هنا بتتابع. مسألة ما فيش حاجة بتستخبى، بيشوفوا كل حاجة وبيتابعوا كل حاجة وبيكتبوا تقارير. إلى جانب إن المواطنين في العالم المتقدم شايفة إن الديمقراطية هي يعني أحسن ما وصل إليه الجنس البشري. إحنا النهاردة شايفين إن الديمقراطية دي أحسن حاجة، يمكن ما هياش اعظم شيء، لكن دي افضل الاشياء الموجوده قدامنا في ايدينا. فدي دي ادوات للديمقراطيه. صحيح. لازم نستغل هذه الادوات ونستفيد منها كمواطنين. يعني احنا بنختار من يحكمنا، يعني احنا عشان المجتمع يبقى منتظم ويبقى منظم. المجتمعات في تاريخها وفي تقدمها وجدت ان يمكن احسن السبل هو الاسلوب الديمقراطي. فانا كمواطن لازم استفيد من هذا الاسلوب ان انا اعيش حياه افضل، بان انا اختار اللي هيحكمني. وانا بتكلم على الديمقراطيه بمعنى ان انا زي ما انا بختار رئيس الجمهوريه، انا كمان من حقي ان انا اختار رئيس الحي. صح. انا لازم ان انا اختار المحافظ. يعني فاذا دي اساليب من اساليب الحكم يعني، وعيني يبقى فيه محاسبه، يبقى فيه حساب. انت بتختار شخص عشان يعني. انا فاكر كويس جدا لما في 30 يونيو وجات لي الصحافه الاجنبيه، جولي السي ان ان وجولي السكاي نيوز. أيوه. بيسالوني في رئيس منتخب مدته 4 سنوات، انتوا دلوقتي نازلين عاملين ثوره ضده. فقلت له انا هذا الرئيس المنتخب انا في عقد بيني وبينه، في كونتراكت، هو اخل بالاتفاق، اخل بالعقد. صح. فانا من حقي ان انا اصور ضده واقول له لا، انت اخليت بالعقد، انا حفظ. انا من حقي. انما في الدول اللي هي شايفه ان الديمقراطيه انك انت بما انت انتخبت هذا الرئيس لمده 4 سنوات فهو لازم يقعد ل4 سنوات. فأنا قلت لهم لو هيقعد ل4 سنوات كان خربها. يعني احنا في أحوالنا وفي ظروفنا ما نقدرش نستحمل. يمكن في دول زي أمريكا ممكن تستحمل، أهو بايدن قاعد أهو بقاله 4 سنين، وأديك شايف إيه اللي بيحصل من الأدمنستريشن بتاعته، ومع ذلك هو لازم يكمل المدة. فقلت لهم والله احنا شعوب مختلفة، احنا لنا النظم بتاعتنا، احنا شايفين إن هو بعد سنة خرب البلد وخرب الدنيا، فاحنا قلنا لأ، احنا هنغير هذا الرئيس. فأنا شايف إن دي برضو يعني ده من ضمن الحاجات الجميله في الشعب المصري، انه بيحس بالخطر. انك انت لما بتحس بالخطر قدامك بتتحرك على طول، ما بتسيبش نفسك. يعني كنا 30 مليون في الشوارع. صح. ولو تتذكر ما فيش في الدنيا حاجه حصلت بالشكل ده في الدنيا كلها. يعني اعظم مظاهره حصلت كانت مارتن لوثر كينج لما عمل الجريت مارش، كانوا 500,000. النهارده بيتكلموا على الناس اللي ماشيه في الشوارع لانها بتؤيد غزه واللي بيحصل للفلسطينيين ومواقفهم معاهم،
بيوصلوا ل 700,000 800,000، احنا كنا 30 مليون، وده بناء على جوجل، يعني جوجل بيحسبها بالمتر المربع، المتر المربع بياخد اربع صحيح. افراد. لما صوروا الاقمار الصناعيه مصر من اسكندريه لغايه اسوان طلعنا 30 مليون واحد في الشارع. وسي ام ام من اوائل الوكالات اللي اعلنت ده، قالت ده اكبر تجمع طبعا بشري ظهر في التاريخ. طب استاذ حسين، انا من واقع الصور اللي انا شايفها، حضرتك قابلت ناس كتير النهارده وقت ما كنت حضرتك في اللجنه الانتخابيه، ناس كتير كانت بتتصور، وبالتاكيد في ناس كتير اتكلمت مع استاذ حسين، او استاذ حسين اكيد لاحظ حاجات كتير. شفت ايه من واقع المشاهده والملاحظه، او من واقع حتى الاحاديث القصيره؟ بص، انا اللي عجبني ولفت نظري ان كان في شباب كتير، وكان في كمان يمكن يعني مش عايز اقول اطفال، لكن في سن 12 سنه و14 سنه. كويس. وده شيء جميل جدا ان هم يحسوا بانه ليه راي في هذا المجتمع، ان انا صوت يفرق. يعني فكره انك انت ليك صوت وهذا الصوت مؤثر، ده مهم جدا ان احنا نربي اجيالنا اللي قادمه على كده، لان هم دول اللي هيحكموا البلد، هم دول اللي هيمسكوا الوطن. فلازم يتعود على كده، لازم يتعلم كده، ويشوف انا داخل اقول صوتي ده ليه؟ ليه انا بدي صوتي لهذا الشخص ومش بديه للشخص الاخر؟ وقد ايه صوتي مهم انه يبقى موجود؟ وقد ايه هذه الاصوات كلها بتشكل من سوف يحكمني في الفتره القادمه؟ فانا شفت ان ده كان ملفت، وكان في سيدات كتير كمان، وده كان ملفت للنظر. بس عايز اقول لك حاجه، انا كمان رحت بدري، يعني رحت الصبح في بدايه اليوم، لسه بقى بقيت اليوم، وبعدين بالليل في ناس كتيره بتروح بعد ما بتخلص اعمالها، بتبقى وقتها صحيح. بيبقى افضل. ولسه قدامنا يومين تانيين، فانا شايف ان هيبقى في، يعني هي ظاهره صحيه جدا وجيده جدا. يعني صحيح 100%. انا عايز اشكر حضرتك اولا، وعايز يعني اتمنى انه نتقابل قريب في البرنامج لو سمحت. حضرتك تعلم حجم محبتي واعجابي وتقديري. عارف. والله العظيم انا سعيد جدا. انا اخر مره شفتك فيها كنا في نيويورك. ايوه مظبوط. لازم نسافر عشان اشوفك. مش ممكن. طب نتقابل في القاهره بقى. اجيلك ان شاء الله. انا هتشرف حقيقي لما اشوف حضرتك. اشكرك جدا 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 فناننا الكبير والرائع دائما الاستاذ حسين فهمي.